السلام عليكم، صباح الخير لكم متتبعي ومتتبعات قناة شوف تي في. اليوم أصبحنا في حي من أحياء مدينة طنجة نتجول صباحا. في الحي برشيفة، اللي كصلاح له معنا الارض دابا صبحت فزقة، يعني الشتا كانت كصبح بالليل كما لا يخفى على العين ديالكم ان البارح نهار كامل ويا الشتا كصبح. السما صبحت مغيمة واحد شويش، ممكن ان تكون شي امطار اليوم ان شاء الله، هي امطار الخير. الناس واقفين في بلاصه ديال الطوبيسات ديال الترامبية، كاين اللي صباح ماشي للخدمه، كاين اللي صباح ماشي يقرا، كل واحد فين صباح ماشي. ساحة بالشيفة مدينة طنجة صبحت خاوية، صبحت الدنيا خاوية واحد شويش. تا السيركيلاسيون صباح خفيف اليوم، هاد الصباح هدا كاين لا بلوكاج لا والو، علما ان هاد الحي هدا كيعاني من بلوكاج في الطريق ديالو صباحا مساء ليلا. هدا الرياض الثاني ديال برشيفة، حتى هو صباح فارغ خاوي، الناس كاين لي كتصبح مشات تقرا، كاين لي كيصبح خدام، كل واحد فين كيصبح. الضو يلاه بدات كضوى شويه الدنيا، دابا السما بدات كتصفى، ولكن واخا اذا كاين السحابات كيبانو كيحلين واحد شويه متعقدين. ان شاء الله سطح حتى اليوم شي امطار الخير. الجو صباح مبرد اليوم، اصبح واحد البرد ماشي عادي.
كما تلاحظون تلاميذ صبحو ماشيين يقراو، العمال صبحو ماشيين يخدمو. الناس ديال الكلية صبح واقفين كيستناو لنا الطوبيسات الترامبية. الى هنا كنكون وصلنا لحي البنك الشعبي اللي جا بين حي بئر الشيفا وحي اهلا. هنا كنشوفوا الناس بزاف، يعني كاين الناس اللي باقي الله ماشيين للخدمه، كنشوفوا العول ماشيين للمدرسه. شوفوا الناس ماشيين في الترامبية للخدمة ديالهم. حتى هنا وكنقول لكم صباحكم صباح الخير ان شاء الله. متسبي ومتسبعات قناة شوف تيفي، خليكم وإلى اللقاء.